متابعته. اي والله نبغاك طول عمرك تدلي بما اعطاك الله وهبك الله، وانت دائم مبدع يا ابو علي. أيوة في هذه وفي غيرها. والله احنا بنقول عنوان وفاتحه كتاب زي ما يقولون. الا الكلام المنظر يغني عن الكلام. احنا كنا نفصل كل يوم. تفضل يا ابو ارحب ارحب. يلا حيا حياك الله. حياك الله. عبتين ابو عبد الرحمن. بدك تاخذ الكرسي لحالك انت يا ابو سليمان؟ لا انا اي والله انا صار مذيع. وين انت رايح؟ اي اي خليك. ما شوف شفت ابو دخيل ما بقاطعك. انا مخرج ابو دخيل طال عمرك يا ما انشغل بالمنصب يا الرياسه ما هي بسهله. اي خليك انا رئيس خمس دقائق ما في زياده. اي خليك قدام الله ان شاء الله. حبيبي ان شاء الله. ابشر ابشر. المهم نقول اللي تنظرونه هو خير من الكلام اللي نقوله. هذا قدامكم وقف الرحماء في عروة، السهم ب 300 ريال وب 800 سهم الراحم والديه وسهم الراحم وأسرته، وكفالة متر 3000 ريال، كفالة شقة ب 300، يقولون انها 200، يقولون هنا مسجلة 300 لكنها 200,000 كفالة شقة. وأسأل الله يوفق كل محتاج ويرزقهم من وسع فضله. وسهم الراحمون كذلك، التحويل الرقم موجود. وهذا الصفات الأصناف التي تصرف لهم، يصرف لريعه إلى الأيتام والأرامل والمريض والطالب، تفريج الكربة والفقير. وهذا قلنا لكم الذي ترونه خير مما نقوله. فمن تصدق بشيء ما تقدم من خير تجده عند الله هو خير وأعظم أجرا، وما عندكم ينفد وما عند الله باق. أنا عجبت اليوم السؤال، أو أنه جاني مقطع والله ما أدري، لأنه دائما يقول فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. ما شاء الله. يقول أنت تقدم للحين هالقليل أو الرخيص، فهذا أنت تقدم شيء ريع أهلك أنت مستقبلا. فإن كان تريد أنك تجده أحسن مما كنت عليه فقدم الأحسن. الله تمام ولا لا؟ نعم. إن الله يحب إيش؟ أن تنفق من خير ما عندكم ومن أطيب أموالكم. فهذا اللي تقدمه أنت تفكر أنك نسيته، لكنك ما ينساه الله سبحانه وتعالى. نعم. هو الرصيد لك. إيه والله سبحانه. يعني اللي قدمته الآن من زين فتبقى هناك أزين، ولا تشترط على الله سبحانه وتعالى. أنت أعمل والله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ومثل ما قلنا لكم ليأتي ملك أو مسؤول الله يطول أعمار ملوكنا ثم يوعدك بشيء يقين أنه يعطيك إياه، صح ولا لا؟ ولا تنام الليل ولا النهار ولا حتى تقابله حتى تشوف هذه العطية دائما كذا. فما بالك بأكرم الأكرمين إذا كان خزائنه ملأة ويعلم بحاجتك. أنت تصلي ليش أنت الآن حتى تحظى بالجنة؟ لكن يعلم الله بنيتك إيش اللي صليت له. نعم نعم. الجنة والتوفيق في الدنيا وفي الآخرة والتسهيل الأمور وكل شيء، ولكن اللي نقول اخلصوا في العطية لو كان الريال واحد تقدموا. وما مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة نبت السبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. شوف كيف. فأسأل الله لنا ولكم التوفيق، ولا تنسون أنفسكم ولا تنسون مستقبلكم الحاضر في الدنيا ومستقبلكم. والله يا من صرف شيء لله ولا يعلمه إلا الله إني أتي عوضه في خلال ال 24 ساعة. أنا أقسمت الآن. صحيح. أنا أقسمت الآن إن كان قليل إن كان كثير. حنا من أقل المنفقين لكن يعلم الله. أنا من أقل المنفقين لكن يعلم الله سبحانه وتعالى. لا شك. بسعى بيدي وبلساني وبمشواري وكلها عمل خير. وإذا ما لقيت أبتسمت أو أخلصت في النصيحة القبيلة. واسال الله ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال ويرحم والدينا ووالديكم وجميع المشاهدين. وصلى الله على سيدنا محمد. ابو سليمان يا لبي. ابو عبد الرحمن الظاهر عنده كلمه. بس انا على موضوع عبد الله العثيم الله يسعد صباحه ويحفظه ويحفظ جميع امين ابناء هالبلد. قال مقوله جميله عن على الانفاق، والرجل تعرفونه رجل من رجال الاعمال، يقول يعني إذا أنفقت دخل الإنفاق في بالك نزلت البركة. لا إله إلا الله. النية شفت. قال أنا ألم أحصي أموالي من توفيق الله سبحانه وتعالى ثم الإنفاق. ما أشار إليها، ما قال إني أنا أنفقت، وما قال يعني الناس
لكن هو تكلم عن الانفاق، يبي يدل عليه بتكلم الانفاق. الله اكبر. يعني ما بالعكس الصدقه ما تنقص بل تزيد بل تزيد. فهو قال يعني الان محصي اموالي، وتكلم عن انها تطهير للمال من الشوائب ومن السبات ومن الشوائب والنمو الزيادة. والنمو الزيادة. صالح معك يا أبو سليمان، عندك نفدا، عندك الله يرضى عليك، الله يبيض وجهك، وجهك أبيض والحاضرين تنورنا وقدوتنا وبركتنا. الله يجزاكم خير. عندك أبو سليمان يا طول العمر، شوف لا إله إلا الله سبحان الله، يعني الدنيا بالتجارب. وعلي قال كلام جميل، وعلي مبدع في كل شيء الله يحفظه، وعليك زاد مبدأ. لكن يعني الإنسان طال عمرك اللي مثلا في سنكم وقدركم كلكم جميع والمشاهدين والمتابعين، يعني إذا ظن وجزم إن الأمر هذا، ترى الله سبحانه وتعالى سميع مجيب، يعينه ويوفق. إيه والله يا جماعة الخير، والله إن هذه سعادة وكلكم جربتوها، الصدقة بالذات وكل أعمال الخير. شوف لما طال عمرك حتى الكلمة المعروفة اللي قابلت واحد في الشارع، هو مثلا ابتسمت وسلمت عليه، هو أخذها طال عمرك وهذا، لكن شوف المشاعر اللي يصير يحسها أنت. والله إنك تحس طال عمرك إن عندك كذا كأنه انجلى عنك غمة. فما بالك يا طول العمر إنسان فقير ولا محتاج، ومثلا زي أحبابنا هذول الأيتام اللي حنا بصددهم. يا أخوان طال عمرك أولادكم، والكلام هذا سبق إني قلته، أولادكم طال عمرك أحيانا والله إنهم يحرجونك ويجبرونك على أمور والله ما ودك. صحيح. صلاد. لكن هم والله لا طال عمرك يعني ينتظرون مين، لا من أعطاهم لا من عطف عليهم إلا أنت ومجتمعنا. فالكلام لك يا أبو صالح أكمل، الله يسعدك. تسلمون يا أخواني، الله يسعدكم ويعزنا وإياكم بالدين والدنيا والسعادة والصدقات الطيبة. يا أخواني الإنسان الله خلقه من عدم إلى وجود، فالمال مال الله، أنت خلقت من عدم إلى وجود، قادر ومقتدر أنت الوقت الحاضر. والوصايا كذلك، ترى المسلم ما يموت إلا كاتب وصيته. فيا أخواني الصدقة تبلغ مبالغ الصائم القائم زودا على حسناته وصدقاته، هالي مكتوب يا أخواني على اللوحة قدامكم. والله أني أستيقن وأتأكد يا بعضكم أنه خسر أكثر من هالي قدامنا هذه، على فطورة وعلى غداء وعلى كرامته وعلى. يا أخي أكرم ما دام أنك تقدر أكرم، لكن عيالك وأهلك خلهم مثلا لمنك مت لهم أغنياء ما يتكففون أيدينا الناس، شايف؟ لكن أنت يجب أنك تدخل ويجب أنك تصدق ما دام أنك تقدر. ترى الله سبحانه وتعالى مثلا لمنك بغيت تصدق، ترى الله يقبل منك بإذن الله تعالى ولو عن بنية، ولا تصدق بها ما قدرت عليها، ترى الله يعوضك ويجعلها تامة تامة. يا سلام. إذا دليت عليها يا سلام، ترى إن شاء الله جميع من تصدق ترى مثلا برصيدك بحسن أعمالك. الإنسان لا يفوت هذا الوقت، ترى هذا من حظك يا أخواني، يطلبك هذا الوقف ومعني بي الله سبحانه وتعالى أن الله أكرمه ويصير معه بالجنة يا الله من فضلك. فالإنسان لا يفوت وقته، هذا الوقف يبي إن شاء الله يبي يكمل ويبي يكتمل، وبكره يقول والله راح يجي أبو فلان سلمك الله من هالتجار، ترى تجارنا بهم خير وتذكرتها مرار وتكرار، قالوا إيش كثر بقى، قالوا بقى كذا، قال عند أبو فلان. الله يجرهم ويكتب لهم الصدقات وتقبل منه ومنهم. الإنسان لا يضيع وقته، لا هو يقول بعدين ولا من هذا، قال والله الوقت اكتمل. الصدقات يا أخواني على كل سبد الرطبة ترى فيها أجر، كل سبد الرطبة فيها أجر، زود العادة على هذا وموثاق وطريقه طيب، ولا يفوتك يا أخواني. سلامة الجميع وانتم سالمين غانم. الله يبيض وجهك. الله وجهكم بيض إن شاء الله. ضيفنا وحبيبنا بيض الله وجهك، وجهك بيض الله وجهك هالبيشت كله وأكله. وأنا أهنيك على الحضور ما شاء الله. إن مثلا طلع عمرك في شيء، مثلا طلع عمرك للصدقة ولا عمل الخير ولا كذا، نختم بها طلع عمرك بيتين، سواء استطعت أنها بصوت ولا باللي يجود بها قريحة. الله يجزاكم خير على الكلام الطيب اللي قدمته وقلته. ما شاء الله. والجمعية موثقة الآن ما شاء الله تبارك الرحمن. أيوة. من أول واحد حتى لو بغى يتصدق ولا بغى يدفع ما يدري وين يروح. مطمئن في الجمعيات هذه ما شاء الله، يعني أرقام حساب موثقة ومضمونة وفي أيدي أمينة وناسها الخير، إلى أن تصل الشيء اللي أنت قدمته، سواء أيتام ولا أرامل ولا مريض ولا. الله يجزاهم خير من قدم قدم النفس. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. قرب الوقت. الله طيب. فيه أمرك
الرسول الله صلى الله عليه وسلم نبينا محمد ما خلى شيء إلا دلنا عليه. إي بالله إحنا الآن